أهلا بكم في مرايا. في كل شهر سبتمبر تحديدا في 23 منه يكون طبعا مناسبة يوم العيد الوطني السعودي. هذه المرة أعتقد أنه مختلف عن المرات السابقة، إذ يصادف مرور حوالي 90 عام بالهجري على إعلان البلاد تحت مسماها الجديد المملكة العربية السعودية. طبعا مر الاسم بأطوار قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة المملكة العربية السعودية. السعودية تحتفل بيومها الوطني كما نعلم في اليوم الأول من برج الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام. ليش تحتفل؟ لتخليد ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها بهذا الاسم الذي ضم كل أجزاء البلاد التي نراها اليوم على يد من؟ على يد المؤسس العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، واللي أعلن عن قيام هذه الوحدة الكبرى العظيمة في 1351 هجري 1932 ميلادي. لكن إذا نبغى شوي نفصل، لا، حديث التاريخ السعودي أقدم من ذلك، يحفر في الأعماق وأغوار الماضي بعيدا قبل هذا التاريخ مع رحلة التوحيد والوحدة السعودية. وخلونا فقط في البارت أو في الجزء اللي يخص المؤسس الملك عبد العزيز، أو كما تعارف المؤرقون أن يعتبروه وهو كذلك مؤسس الدولة السعودية الثالثة. فقط مع عبد العزيز يجب العودة للماضي قبل هذا التاريخ 1932، 30 عام أخرى للوراء أيضا، يوم أشرق النور في فجر الرياض في عيد فطر مبارك من سنة 1902، حين استعاد الشاب الجسور الطموح مع ثلة من رجاله الأفذاذ حكم الدولة السعودية، والبداية كانت من أسوار المصمك في الرياض. بل يجب علينا العودة أكثر، مش من 30 عام، أكثر من حوالي 3 قرون، إلا 20 عاما، حين دشن جد الأسرة السعودية الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، لا بل كما وصفها البعض الإمبراطورية السعودية التي حكمت معظم أرجاء الجزيرة العربية ببحارها وجبالها ورمالها ومدنها، وذلك كان عام 1744 ميلادي، وكانت عاصمتها الأولى كما نعلم هي الدرعية الشماء. اليوم في 2020 تفصح السعودية عن نفسها في ثوب جديد ترفل في رداء العافية والرؤية الجريئة للمستقبل، في توازن بديع بين الأصالة والحداثة، تحت ظل أشبه أبناء عبد العزيز به الملك المترسم لخطاه سلمان بن عبد العزيز، ومهندس المستقبل ومجدد الماضي أيضا، ولي عهد الأمل محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هو قرن أخضر يوشك على طي صفحته من الكتاب السعودي القديم، والبداية بصفحة جديدة. على فكرة لا يجوز ونحن نتفرس في ملامح هذه اللوحة السعودية المنقوشة بأصابع الخلود على صخرة المجد، لا يجوز أبدا ألا نعرج ولو على لمحات ونستنشق نسمات من عبير القصة الخالدة، قصة المؤسس الكبير عبد العزيز بن عبد الرحمن، الشاب الذي جاء ليعيد أمة لا تموت، واقتحم الرياض بدعم أهلها بعد أن كانت محصنة لتكون نواة الدولة السعودية الثالثة. الله أكبر، الحكم لله ثم عبد العزيز ابن عبد الرحمن. أدرك عبد العزيز أن العالم يدخل مرحلة جديدة بعد الحرب العالمية الأولى، وأن هذه الجزيرة يجب أن تعود في حكم واحد قبل أن تمتد إليها القوى الاستعمارية. وهنا بدأ عبد العزيز بمراسلة القبائل وأعيان المناطق المعترضين على هذا الشتات وارتهان قرارهم بيد إما الحاميات التركية أو مشيخات قبلية مدعومة من الأتراك أو ملوك مدعومين من الإنجليز،
فبدأ معركة من قلب قصر المصمك لإعادة تلك المناطق للحكم السعودي، حاملا معه رسالة التوحيد ونبذ الفتنة والبدعة، معيدا الحكم للقرآن والسنة بدلا من الأهواء وإرادة الغريب. من يعرف التاريخ السعودي حق المعرفة، ومن يعتبر به حق الاعتبار، مثل أستاذ التاريخ الحصيف الملك العاشق لكل الكيمياء السعودية سلمان. كانت الرياض عبارة عن مدينة محاطة بسور، وأذكرها لبوابة الثميري والدري ودخنة وغيرها، البوابة العديدة هذه، وأنا ما أحب أتوسع بس أعطي أمثلة. محاطة بسور تقفل الأبواب الساعة بعد العشاء والساعة 3 أو 4 عربي، يعني الساعة 9 الآن، مفروض مقفل الأبواب وقت الحاضر. كان خارج السور مربع اللي انتم فيه الآن وتشوفون بعض عمرانه. من الأجداد للآباء للأحفاد، نفس النهج ذات المسيرة وعين السيرة، مع تجاوب واثق مع وفي وإلى العصر الجديد. هناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. الحمد لله. فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. السعودية هي ليست قصة هينة، هي عشق كل إنسان انتمى إليها ودرج على ترابها ولو من غير أهلها. بلادي بلادي مدار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، بلادي بلادي مدار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تعلق فجر الندى، حياتي لنجدي بلادي فدى. المساحات تضيق وحب الأوطان حب الأوطان من الإيمان، أي وطن، فكيف إذا كان وطن البدايات وموئل النهايات، مذ كان التاريخ طفلا يحبو. قال أبو العباس ابن الرومي شاعر العباس الشهير في هذه الصورة البديعة عن عشق الأوطان: بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد. إلى اللقاء.